حينما يرد السؤال في ذهن العامة: لماذا يتم التجاوز على الأراضي الزراعية أو الحكومية؟ فالجواب يكمن في ضعف الحلول الآنية لاستيعاب التزايد السكاني المستمر، فقلة الأبنية العمودية، وعدم توزيع أراض ممدودة بالخدمات، إحدى أهم الأسباب التي تجبر المواطن على أن يقطن في التجاوزات. أنه يوجد أراضي كثيرة في العراق يمكن مملوكة للدولة أغلبها إلى وزارة المالية، هذه الأراضي ممكن أن تفرز وتخصص إلى المواطنين، وممكن أن الدولة تعمل على بناء مساكن قد تكون ما يسمى واطئة الكلفة. هذه المساكن ممكن أن يخصص مبلغ في الموازنة الاتحادية لفتح اعتمادات إلى شركات، ويوجد كثير من شركات العالمية اللي ممكن حتى شركات محلية تعمل بهذا الإطار. أما الجانب الآخر فهو الارتفاع الكبير في أسعار العقارات، والتي زادت على السعر المعهود بنسبة 70%، لتكون عقارات العاصمة بغداد بين أغلى عواصم البلدان الخليجية ثمناً. بمقاربة بسيطة مع أسعار العقارات في الفترة اللي سبقت العام 2003، سنجد بأن أسعار العقارات كانت متدنية جدا وبأسعار معقولة تتناسب مع مستوى الدخل للفرد العراقي خلال العام. لكن ما حصل بعد 2003 شيء خارج عن المعقول، زادت أسعار العقارات بنسبة فوق 50 بل ربما 70% من القيمة الفعلية. بغداد ورغم كل الإشكالات اللي تحدث بها من قلة الخدمات ومن ظروفها حتى المناخية وارتفاع درجات الحرارة، إلا أنها تعد الأغلى في العالم إذا مقارنت ببعض الدول العربية والدول الأجنبية مثل تركيا أو بعض الدول العربية. على الرغم من عدم رضا المواطن على أن يقطن في التجاوزات الزراعية أو حكومية، إلا أنها الحل الوحيد لأغلب المتعففين الذين لا يملكون شبرا واحدا في بلد الخير والعطاء. من بغداد، محمد فراس، قناة التغيير.